لا زالت الأحوال الإنسانية في مملكة البحرين في تدهور مستمر، بل أصبحت تنحدر إلى مستوى اللا إنسانية الرعناء. قام استمر منهج التعذيب الجسدي والنفسي والابتزاز والاستفزاز المادي والمعنوي، وكثرة زيادة القساوة في التعامل مع المعتقلين في سجن جو المركزي. أصبحت حالات الإغماء والإعياء والتشوهات والتأثر المعنوي والنفسي كثيرة جدا ومتفشية بين المعتقلين هناك. لم تتوقف الشكاوي وشهادات الأهالي حتى لحظات ليست بعيدة، مما يشير إلى الاستمرارية في الوحشية والدموية التي نقلت عن أحداث سجن جو. في إشارة إلى انعدام حقوق السجناء كمعتقلين في السجن بالمقام الأول، وعلى أنهم من جنس البشر في المقام الثاني. والشهادات منها ما يذكر تغير أشكال المعتقلين كضعف بدن أو تشوه جلد أو وجه أو عضو من الجسم كاليد والرجل، وهناك ملفات مسجلة عند جميع العاملين في مجال حقوق الإنسان من جميع الأطياف والتوجهات والمنظمات المهتمة في متابعة الملف البحريني بالداخل والخارج. وأنا هنا أوجه كلمتي لأهالي المعتقلين من هنا، وهذا دوري كحقوقية وطنية، أن أواسيهم وأبين لهم أن ثباتهم على مواقفكم مطلوب في معرفة مصير أبنائكم والإفراج عنهم ومعرفة طريقة التعامل معهم في السجون. يجب أن تنقلوا شهادات أبنائكم وما يدور هناك لنكون ملمين كحقوقيين بوضع السجون، وبالذات سجن جو المركزي سيء الصيت والاعتداءات. وهناك توصيات مهمة للجميع، استمروا في التوثيق ونقل شهاداتكم عن المعتقلين، استمروا في التغريد، وبالذات أهالي المعتقلين يجب أن يغردوا في مواقع التواصل الاجتماعي من تويتر وفيسبوك وإنستغرام، وخصوصا الأهالي يوميا. نريدكم أن تذكروا حالة أبنائكم في السجون ونقل وضعهم الإنساني والحقوقي، ونوصي المنظمات الحقوقية والمتابعة في التحرك وعمل اللازم لنيل الحرية الحقوقية والكرامة الإنسانية لكل الشعب وخاصة المعتقلين. وبما أننا في مناسبة مهمة كعيد العمال، أحب أن أهنئ المواطنين من الوطنيين المخلصين الذين انفصلوا واعتقلوا وعذبوا كما رصدنا سابقا وما زلنا نرصد، ومع هذا عادوا لأعمالهم لأن هدفهم هو بناء هذا الوطن. ورغم القهر ورغم التمييز ورغم الطائفية في أعمالهم، هم أصروا أن يكونوا جزء في بناء هذا الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.